فاطمة. ألف مبروك. البطل أو البطلة الثانية جمانة. ألف مبروك. شكراً. شكراً. تستاهلي حقيقة. عبد العزيز المنافسة قوية. نعم. أنت الشاب الوحيد يلي بإيد. أي والله. فيك ترجع على دار تحدي القراءة العدوى. شكرا. بالتوفيق لكم جميعا إن شاء الله. لحظة صعبة. آية ألف مبروك. بقي اسم واحد فقط سيحظى بفرصة التأهل إلى التصفية النهائية، واسم هذا البطل هو هدير. أبطال، مشواركم ما انتهى هون، إنما من هون ومن هذا المكان فتحتوا صفحة جديدة في كتاب الحياة. بدي أتمنى لكم كل التوفيق والقادم أجمل. أنا فخورة بما أني طلعت المركز الأول على مستوى الإمارات.